صاحب كتاب الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، دراسة في التاريخ والأنساب. ربنا يبارك فيك. هذه الورقة ستأخذها وتلصقها في الكتاب مرة ثانية. رأى رؤى، من جملة هذه الرؤى رؤية أذكرها الآن. رأيت أسدا وذئبا يتصارعون. طبعا الأخ فقيه في اللغة فيتكلم بلغة بلحارث بن كعب وتسمى بلغة أكالوني البراغيث. رأيت أسدا وذئبا يتصارعون في مياه البحر عالية الأمواج، والذئب عرس أنيابا له في الأسد. عجيب، الذئب لو رأى الأسد بيقوم واقع في الأرض على بطنه، بيجيله خلل في ركبه، ما بيقدرش يقف على ركبه من شدة الخوف، يقوم نايم في الأرض على طول قدام الأسد. سبحان الله. ومع ذلك هذا الذئب يغرس أنيابا له في الأسد، كأني بهذا الصبي الذي يطعن في هذا الجبل في الفقه. مزاه بالضبط. وكان ذلك وكأن ذلك أحزنني، إي والله. ثم وجدت ثعبانا أسودا ضخما لطم الأسد لطمة قوية فألقى به بعيدا وفي حالة سيئة. طبعا هذه يعني هذا تمثيل، وهذه رؤيا حق، لعلها حال أهل الدعوة إلى الله عز وجل عندما كانوا أسودا. ما الذي حدث؟ أصابهم الضعف واعتراهم الردى عندما تنكبوا الطريق وابتعدوا عن السبيل، فسلط الله تعالى عليهم أراذل الناس يأخذونهم من هنا وهناك، حتى صار حالهم كحال هذا الأسد الذي تتجرأ عليه الذئاب. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.